يعني التصريحات اللي قريناها وسمعناها في قبل المباراه، يعني كان مسؤولي شبيبة بجاية كانوا متخوفين من التحكيم، وانه قالوا باللي كان ممكن فيه تلاعبات، يعني فريق ترجي تونسي، ناس من فريق الترجي التونسي سيو وكيفاش يتصلوا بالحكم ضبري التصريحات تاع السيد رجراج. يعني بعد ما شفنا المباراة، يعني الكلام هذا ممكن نقدر نقول تأكد هذا الكلام، يعني خاصة ضربة الجزاء ما رايش ضربة جزاء شرعية. ضربة الجزاء ما كانت شرعية 100%، كان الحكم يقدر ما يسيفليهاش، بونس كو كان تعرضوا يعني نوع من الضغوطات. نعم مش ضغوطات، بيناتي ماشي فالابل، سافودير كو حقرة يعني حقرة. إلا انفلونسي سور لي ريزيطا دو ماتش، بونس كو 0-0 كل شيء كان ممكن بعد هذا، مي كي تشوف لو نيفو تاع الترجي الرياضي التونسي وتاع الاهلي المصري اللي راهم يدومينيو لافريك، هادو دي زيكيب اللي رانا نشوفوهم سوا ديفيسيلمون، ما راهمش نيفو ستيف سيانغو امير كي تيريمينو، كانوا قادرين فوالا كانوا قادرين يروحوا لي بول يزيدوا يرونفورسيو ليكيب، يقدروا يروحوا بعيد باسكو لي زوتر ايكيب ما راهمش في المستوى يعني العالي اللي كنا نشوفوه تاع الاهلي المصري وسورتو الترجي التونسي. انا جو فوا مال الترجي يروح بعيد في لا شامبيونز ليغ هذه. اذا رضواني يفوا مال الترجي يروح بعيد في هذا الشامبيونز ليغ، الايام هي اللي شوف لك اللي ما قول اللي ما قلت على الاربيتراج هذيك ما نقدر لهمش انا هذيك حاجه راك مجرب مع انا جاونا لعبنا مع شباب الوزداد، جاوني دي سينيغالي هنايا كي راحوا الاخر دا التلفزيون ملي ما داش فيه يداهم معاه والله مين داهم داهم تاعك والله داهم معاه بالطياره نو باسكو علاه متعودين لي زابيت انا يفو با يفو اكزاكتومون لي زابيت وين يروحوا يحكموا مقابله تاع الترجي التونسي مع شباب شبيبه الجايه كي يروحوا لتونس يستناو دي كادو لو كان ما يصيبوش دي كادو يلبوا يدوا عليه تبقى الكادو داخل لي زابيت كي يروحوا شاك بيي لازم يستنى المسؤولين اللي يحبوا به باش يوجدوا له دي كادو هاك على بالك باش يديروا في الجيب حدث ولا حرج لازم يديروا في الجيب. اذا نخرج من البطوله الافريقيه ونروح للبطوله المحترفه.